وربح الشالكه ويمشي راني، وراني خطيره وروعه يا فالديز، الروعه يا فيكتور. كانك لست في فاينل، كانك في ماتش فيرست والسكند ليج. الفريق المحلي يحب ياخذ نصيبه من البدايه. مانشستر كانه يلعب في اولد ترافورد، يضغط الشامبيونز ليج 2008 ضد الفريق التشلساوي. خطيره جدا مش ممكن، يمشي ميسي، ميسي خرج باس مش ممكن، والتسديده والهدف فظيع. الله على ماتش الفاينل، اقوى بدايه في نهائي ابطال اوروبا من سنين. فيها فورمه كبيره، يخرج كوره يجريها عن طريق الواحد صفر، كوره تضيع لمانشستر لبيدرو. نعم هو بيدرو رودريغيز. الله على كوره البارسا لما تدور. شوف الكوره، شوف التيكي تاكا اللي تسالت عليها من دقائق، شوف الكوره هاي تيكي تاكا، هاي واحده اثنين والثالثه فين، والملايين يستنجد بزملائه. يعديه الميسي، يمشي على طريق تشابي، وتشابي تشابي حط كوره لفيا، فيا 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 يسدد، الكوره قريبه للبارسا، كوره قريبه للبلاوغرانا، كوره الواحد صفر. خمسه دقائق من نار لمانشستر، خمسه دقائق في اختبار القوه من المان. كوره مبدئيا الدفاع، فما دفع فما دفع، الحكم مشغول يقول تلعب ويلعب. نيستا ونيستا لرنانديز، ويمشي تشافي يحط كوره عن طريق الفيا، والكوره في التسديد والفاندر سار. فورمه كبيره الفيا، من سوء حظ مانشستر المفاتيح الكل في فور. هنا يخلق اسلوب جديد للتفكير، يخسي كلون الكتالان. الهدف ما جاش لحد اللحظه، ممكن يعطي الشانس المان انه يعود، ولكن العوده وهدف جول، جول ديل بارسلونا عن طريق بيدرو، وبطريق بيدرو وخارطه الطريق البرشلونيه تنطلق من هدف للبلاوغرانا. المانشستر كثر من الدفاع، والبرسا يكثر من الابداع، وكوره واحده اثنين، انيستا يعطي كوره لتشافي، وزرقاء اليمامه يوصل باس، والاروع شوف يفكسي خمسه مدافعين، وبيدرو ما يرحمش، بيدرو ما يضيعهاش. وينك؟ شوف الجيكس ما غطش عليه، الفابيو يتفرج فيه، ونتيجه هدف مثير للكتالان عن طريق في عهد الشياطين نوتنغهام فورست، والكبير والاكبر ريتس ليفربول، والخطير فريق استون فيلا من جراند. والكرة ترجع خطيرة، ممكن ممكن فرصة، وروني جول. الله يا مانشستر يونايتد، التعادل من جولدن بوي، 1-1 1-1 عن طريق المان. ألم أقل إنهم لا يستسلمون، في المجد لا يفردون، على أرضهم لا يخشون، لا يخافون، لا يرهبون، لا يرعبون، لا يخسرون، لا ينهزمون، لا يتشائمون، للضربة قادمون، للروعة مسجلون. كرة سليمة، انطلاقة أسلم، واحدة اثنين على طريقة البرسا، لما يستنسخ مانشستر التيكي تاكا البلاوغرانية ويسجل في المرمى الإسباني عن طريق الجولدن بوي، البيج بوي. وين روني في الجول؟ وين روني من أول كورة؟ بكرة ويمبلي وبكرة أبطال أوروبا يتواصل الحلم المانشستراوي في أسوأ شوط يقدمه المان في دوري الأبطال. نعم الوردة الحمراء لن تسقط عن طريق الروني الوين، يمشي بالكرة ممتازة. أوه فرصة كبيرة، فرصة كبيرة على فكرة. هذا السيناريو بتاع الهدف ذكرتي الحمد لله صحيح، خاصة المصريين. الكرة عن طريق بوسكيتس، يمشي سيرجيو لميسي، ميسي الله الله، الفانتازيستا الفانتازيستا الفانتازيستا، يجيب الثاني يجيب الثاني يجيب الثاني يجيب الثاني، مش معقول مش معقول يا ميسي، مش معقول يا ميسي. يعني دحرج الكرة، بدع بالكرة، عمل اللي حب في الكرة. الله من كرة ومن ظلم كرة، كيف لا تسجل هذه؟ هو اللي راوغ في دفاعي من فريق المان، ويمشي ميسي صلح كرة الثانية. الله على الجولاثو، جولاثو 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 يا ميسي، اختاروا له ما شئتم، سموه كما تشتهون، فنان الشعب، موسيقار الملاعب، اينشتاين كرة القدم. فإن لم أفدكم فهاتوا عناوينكم وبراهينكم. مش ممكن يا ليو، في ليلة كسر كل الحواجز يتعادل مع فانستيرلوي كهدف تاريخي للشامبيونز ب 12، يكسر حاجز انجلترا وهدف في ويمبلي بهذه الطريقة، بهذه الأعجوبة، من هذا المعجزة في هذا العصر. موسيا فالنتيا، الكرة جوال، الكرة جوال، امشي وسجل وجول، يلعب الكرة وثلاثة مرات للبافاري، ثم نصل لعهد ليفربول، وميسي يسجل الهدف الثالث
في عهد برشلونة. آسف هذا الزمن البرسا عذرا هذا دهر البي. وتشافي في نهائي ممكن منتهي للثالث 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 للمات المتقاطعة ولعب التمرير المتشابكة والثالث لولا فاندرسار لولا فاندرسار لولا فاندرسار لولا الفاندرسار. شوف يدخل الليو يدخل الليو يبدع في ليلة الليو. ترجع مرة أخرى البرسا عن طريق الفيو ويسجل الجول الترسارو ديال البرسا الترسارو ديال بلاوغرانا يا معذبهم يا معقدهم مش ممكن في الثالث لبرشلونة. الديناميت الكتالوني يضرب للمرة الثالثة في شباك فاندرسار. نعم وداعا للوردة الحمراء هذا عهد الوردة الثنائية للبلاوغرانا لنادي برشلونة. مش معقول مش معقول مش معقول مش مبرر لهذه السطوة ما فيش مبرر لهذه السيطرة ما فيش مبرر لهذا الجبروت. مش ممكن على الثالث اركنها باسها وقفها وحطها مش ممكن على الثالث. ثلاثة اليوم للبرسا وثلاثة ليس ميلان. يمشي بالكرة ناني ناني سدد ولكن عود ناني لن يفتح المباراة لن يجدد الإثارة. إس الكامبيون البارسا إس الكامبيون البارسا إس الكامبيون. مبروك لبرشلونة مبروك لبرشلونة هو الحظ الأوفر للمان. شوف روحة الفرسان روح النبلاء شوف التلميذ يمشي يتلقى التهاني من الأستاذ والروح الرياضية متاع السر. مفيش كلام اليوم فاز الأفضل. شوف اللغة اللي نتعلموها شوف العبرة اللي ياخذوها أعطاها للعهد بعد معاناة المرض ليري كابيدال. لهذا لهذا ينتصرون سر فوزهم هذا التضامن. النجوم تذوب في حب برشلونة والنجوم تذوب في ألوان البلاوغرانا لهذا يفوزون. ما عندهمش مشكل في حجرات الملابس الكل يشتغل الديم الكل بعقلية الفريق لذلك هم الأقوى وسيبقون الأقوى. رفعت عالية رفعت للكاس الغالية كاس أم الوثنين كاس أم الوثنين كاس أم الوثنين. رجعت البوس ساقين لملك الساقين اللي يمسي وللإف سي بي الإف سي بارسلونا. هكذا الوداع وهكذا الاحتفال وهكذا هو الختام وهكذا مسرح الاختتام. من ويمبلي كلمناكم من ويمبلي حدثناكم على أغنية البرسا ونشيدهم الرسمي.